ضمن آخر أيام النسخة 19 من بطولة العالم لألعاب القوى ببودابست المجرية، فاز يومه الأحد الأوغندي فيكتور كيبلانغات بالميدالية الذهبية في سباق الماراثون للرجال، وابتعد كيبلانغات عن المجموعة مع بقاء حوالي 4 كيلومترات ليحقق الفوز في زمن 2:08:53. وتعافى مارو تيفيري من السقوط في وقت سابق من السباق ليفوز بالميدالية الفضية بعد أن تفوق في وقت متأخر على الإثيوبي ليول جبريسيلاسي. وفي المشاركة المغربية اكتفى محمد رضا الأعرابي بالرتبة 25 محققاً زمن قدره 2:13:55. فيما احتل مصطفى هدادي الصف 27 وانسحب حمزة السهلي قبيل بلوغه 20 كيلومترا من السباق. وصراحة بالنسبة لليوم كان واحد الخطة بيناتنا هو أننا نحاولوا نديروا نفس الخطة اللي دارت الصديقة ديالنا البارحة وتحصلت بها على رتبة جيدة ميداليا وحاسيا اللي ماشي بالسهل أنها حصلت عليها. كنا كنحاولوا صراحة أننا بحكم الأجواء اللي كانت اليوم أننا نمشيو بواحد نيجاتيف سبليت، يعني نصف ماراثون الثاني يكون أسرع من نصف الماراثون الأول، ونتحصلوا على ولا نلحقوا بالمتسابقين اللي غادي يكونوا مشاو بواحد السرعه في هذه الاجواء. صراحه كنا كنطمحوا اننا نفرحوا الشعب المغربي اللي بالمناسبه كنعتذروا له. كنا حتى طامعين نقدموا واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، ولكن بفعل الحراره وبعض الاخطاء اللي ارتكبنا يمكن في وسط السباق اثرت علينا في الكيلومترات الاخيره، رغم ان الحمد لله وجدنا في ظروف اللي هي ملائمه مع المنتخب الوطني، والحمد لله ما لحد ما سعفناش، ولكن هذا الشيء هذا ما كيخليناش باننا نطمحوا ان شاء الله نحققوا نتائج ان شاء الله تكون ايجابيه للقدام ونشرفوا العالم ديال المغرب ان شاء الله. هذا وكانت البطلة فاطمة الزهراء قردادي منحت أم الألعاب المغربية الميدالية البرونزية في سباق الماراثون لتكون أول بطلة مغربية تصعد البوديوم العالمي بعد فضية حسناء بن حسي في دورة أوساكا اليابانية سنة 2007. وانضافت برونزية قردادي لذهبية سفيان البقالي لتشكل حصيلة المشاركة المغربية في دورة بودابست. كنشوفوا هاد المشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي بالالعاب بالبطوله العالميه بودابست، مشاركه ديال 16 عداء عرفت التتويج ديال المنتخب الوطني بميداليتين، ميداليه ذهبيه وميداليه نحاسيه، هي حصيله جيده الحمد لله مقارنه مع الدورات السابقه ومع الفتره اللي مرينا منها، هي مرحله انتقاليه. فالحمد لله كذلك كاين المشاركه ديالو لواحد المجموعه ديال العناصر اللي هي لاول مره الحضور ديالها في بطوله العالم، يعني الحجم ديال هذا الشكل ديال هذا الملتقى هذا. فالحمد لله النتائج ديالهم كانت جد ساره. كاينين عدائين ديال 19 و20 سنه اللي شاركوا في الموانئ وهم الامل ديال الموانئ، يعني واحد الخلاف اللي يعني مطمئن ليه بواحد الشكل لافت. المشاركة المغربية في بطولة العالم لألعاب القوى توجت بإحراز ميداليتين اثنتين على أمل زيادة الغلة في النسخة المقبلة التي ستحتضنها بعد سنتين العاصمة اليابانية طوكيو.